ندوز دابا الحلوه الثانيه هلاليات معمري بالتمر. عندنا 500 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الزبده، جوج ديال البيضات، قريصه ديال الملح، 500 غرام من العقده ديال التمر. تنضيف هذه العقده ديال التمر، تنضيف لها راس معلقه ديال القرفه، معلقه كبيره ديال الزبده، جوج معالق ديال الماء الزهر، وواحد طريط كامل القرنفل. نعجنوها مزيان ونصنعوا منها واحد الحريبلات صغار ونخليوها جانبا. وعندنا السكر بلاص تزيين. طريقه تنخدموا الزبده مزيان، الزبده تكون واخده درجه المطبخ، تنضيفوا لها البيض وقرصه ديال الملح، ومن بعد تنجمعوا بالدقيق حتى تتجمع لينا. تنديروها واحد الكويره، نجمعوها تكون عندنا كويره واحده، باش هاد الهلال يجيونا قد قد تناخذوا داك المرشم اللي تنصيبوا به لي سوسون. عرفتي انا اللي كيتحلوا كنديروا فيه اللي في السنينات كيتحل كيدير بحال الطقم ديال السنان، يعني كيجيني بحال مع كيتحل ويتسد. اييه وفيه حتى هو الكبير والصغير. بصح في ثلاثه ديال لي طاي، حنا ناخذوا الوسطاني. اييه اللي كنديروا به السنبوس، هذيك الكويره بالمدلك مزيان، وتنقطعوا دوائر، تنحطوا داك الدائره في هذا المرشم، وتنحطوا داك الصبيع ديال التمر وتنسدوا. اييه صافي، تنسدفوهم في اللاطه وتندخلوهم للفران، خاصهم يبقاو بيضين، غادي نطيبوهم غير نص ساعه على حسب فران ديال كل سيده. المهم خاصهم يبقاو بيضين، ما يجيوش محمرين، ما يتحمروش. ومن بعد ملي تنخرجوهم تنمرمدوهم في السكر كلاصي.